جيد جدا. خليني في البدايه اتكلم عن اللقطات دي. اللقطات دي مهمه جدا لان هي تتعلق بتكريمات متبادله ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق هناك، مع طبعا سياده السفير سفير مصر في السودان السيد حسام عيسى، بالاضافه لرابطه قدماء اللاعبين السودانيين اللي حرصوا اشد الحرص على تكريم الكابتن محمود الخطيب وتبادل الدروع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وده دايما بيعكس العلاقات الوطيده والطيبه ما بين مصر والسودان، ما بين الاهلي والهلال، ما بين قدماء اللاعبين هنا وهنا. وفي الحقيقه الترحيب كان كبير جدا بالكابتن محمود الخطيب، حتى شفنا الصفحه الرسميه لفريق الهلال السوداني اللي لقبته باسطوره القاره الافريقيه يعني. فبالتالي دي امور كلها جيده وبتعكس مدى الود المتواجد ما بين الشعبين، ويعني بتنفي اي شيء او اي عمل فردي حصل من قبل قله قليله جدا من جماهير الهلال السوداني. ايضا الكابتن محمود الخطيب اهدى السفير المصري درع وعلم الاهلي، واهدى ايضا علي جابرين نجم الكره السودانيه درع وعلم الاهلي، وامور كلها جيده جدا. حتى الكابتن علي جابرين قال ان الاهلي والهلال شقيقان ومصر والسودان تربطهما علاقات تاريخيه، وده دايما اللي احنا بنتمناه. وهي يا جماعه في الاول وفي الاخر مباراه كرة قدم، الأفضل يفوز فيها، وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون الأهلي هو الأفضل يفوز النهاردة، مع كامل الاحترام والتقدير طبعا لإخواتنا هناك في السودان ولفريق الهلال السوداني. دي لقطات كانت مهمة جدا حبينا برضو نعرضها على حضراتكم، ودي كانت لقطات صباح اليوم بالتحديد يعني قبل ساعات من انطلاق المباراة. طيب كلنا متأهبين وكلنا منتظرين موعد المباراة في الساعة 9 مساء اليوم، وإن شاء الله الأهلي يكون موفق. معانا بقى جدول المجموعة، وإحنا عارفين الأهلي بيتصدر ترتيب